السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانتقالي يكشف رسميا حصيلة قتلاه في كريش. وإلى التفاصيل، أعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا رسميا مقتل العديد من قواته خلال مواجهات مع قوات صنعاء في محافظة لحج جنوبي اليمن. وقالت قيادات الانتقالي إن 14 من قوات المجلس بينهم قادة لقيوا مصرعهم في المواجهات التي شهدتها جبهة كريش شمالي لحج، وخسرت فيها مواقع عدة بينها استراتيجية، مضيفة أن من بين القتلى العقيد علي صالح حيمد والمقدم سمير علي عبد الله الفقيه وخلدون مهدي سالم محمد ومحمد سيف مقبل ثابت وحامد سيف العزي حميدة وأثير غالب علي سعيد وحسن شوعي وحسن جوبح ومحمود زيد محسن صالح ومحمد صالح محسن محمد. وكانت قوة من الانتقالي قد حاولت التقدم في جبهة كريش باتجاه مواقع صنعاء التي تصدت لها وكبدتها خسائر فادحة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.